عصر الغباء المعلب. أذكر خلال السنوات الأولى من عملي أستاذا في الجامعة بأن عدد الطلبة الأذكياء حقا شكل نسبة كبيرة من الذين كانوا يسجلون في الشعب التي درستها. اللافت في هذا الأمر أن عدد الطلبة في الشعب الواحدة حسب نظام التدريس الذي كان معمولا به في الجامعة آنذاك لم يتجاوز 25 طالبا، كان منهم ما لا يقل عن 20 إلى 3 وربما 24 ذكيا، ولم تكن البقية من الأغبياء بل ممن يمكن وصفهم بأنهم من أواسط العقول ذكاء. كان متوسط الطالب الجامعي في السنة الأولى يعرف عن شؤون العالم وكأنه متخصص أو ما يشبه ذلك، كان يعرف العواصم والرؤساء والملوك والأحزاب الحاكمة وأنظمة الحكم، كان يعرف العملات وبعض أسعار الصرف والعملة المقبولة من غير المقبولة، ويعرف بالجغرافيا الاقتصادية والتجارة الخارجية وطرقها، ويعرف عن الثورات والحروب التي دارت رحاها في بقاع مختلفة من العالم. كان كل ذلك على الرغم من الفقر النسبي وقلة الموارد ومحدودية فرص التعليم. هذا نموذج من الطالب الذكي الذي كنت أتعامل معه، واسع المعارف والثقافة، قوي الشخصي، واثق، مفكر، محلل، يقرأ بعمق. لكن ما الذي جرى الآن؟ وهذا هو السؤال، ماذا جرى للأجيال التي تعاقبت خلال السنوات الأربعين الماضية في كل القارات ومعظم الدول؟ لقد ارتفع عدد الطلبة من عدة مئات في السنوات الأولى لانتشار الجامعات إلى عشرات الآلاف في الوقت الراهن، خاصة في الجامعات الحكومية، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان المشرق وشرق آسيا. أخبرني صديق لي أنه خرج في أحد الأيام في مظاهرة مصممة ومرتبة مسبقا من قبل أحد أساتذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، وقد طلب منه الأستاذ الجامعي هذا أن يشارك في الهتاف مع قائدة المظاهرة الطلابية لزلي الجميلة كما كانوا يلقبونها، التي طالبت آنذاك بسياسات صارمة ضد التلوث والتصدي للتغير المناخي، وكان شعار المظاهرة فلتوقفوا إنتاج داي هيدروجين أوكسايد، إنه يقتلنا، هذه مادة سامة أو توكسيك ماتر، أوقفوا قتل أبنائنا، أوقفوا قتلنا يا رجال الصناعة، أنتم عديمو الضمير وقساة القلوب. استمرت المظاهرة حسب ما قال لي صديقي قرابة ساعة ونصف، وكان عدد الذين انضموا إليها قد اقترب من 300 طالب، هتفوا بقوة ضد إنتاج داي هيدروجين أوكسايد باعتباره مادة سامة. الآن المفاجأة الصادمة بأن أكثر من 90% ممن شاركوا في التظاهرة وبشيء من الحدة في معظم الأحيان لم يعرفوا المادة السامة التي تدعي لزل الجميلة أنها تقاتل من أجل منع إنتاجها، ولم يكلفوا أنفسهم بالسؤال عنها. وقد استنتج عالم النفس الذي أجرى التجربة من حيث لا يعلم الطالب عنها بأن عقلية القطيع أو القطيع هنا بعتذر عن الخطأ طبع القطيع أخطر على المجتمعات من الحروب والقنابل والرصاص، عقلية القطيع وليس القطر. إذن عقلية القطيع هي أخطر على المجتمعات من الحروب والقنابل والرصاص. هذه الآن عقلية القطيع، هؤلاء يهتفون أوقفوا إنتاج داي هيدروجين أوكسايد إنها مادة سامة. لم يعلم هؤلاء الأغبياء بأن الداي هيدروجين أوكسايد هو الماء الذي نشربه، هذا هو H2O، ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. وللآن جموع الأغبياء في كثير من المجتمعات هي التي تقود المشهد العام هذه الأيام. أعود إلى H2O، هو الاسم الرقيق الذي نتداوله يوميا، ماء H2O، لكن لم يعرفوا بأن الاسم الكيماوي الرسمي هو داي هيدروجين أوكسايد. فجموع الأغبياء في كثير من المجتمعات هي التي تقود المشهد العام هذه الأيام. الحقيقة الصادمة تقول بأن الغباء وباء معدن بشكل سريع،
ويعود السبب في ذلك إلى أن العاقل يصبح واحدا من أقلية قليلة يصارع كي ينجو من الغرق النفسي في خضم الغباء السحيق، لكنه لا يستطيع المقاومة، فهو أقل من أقلية في مجتمع غبي يشكل بحرا متراطما من الغباء. تتحقق الكارثة الحقيقية إذا تآلفت عناصر متعاضدة تصنع ما أسميه أنا شخصيا، وأعتقد بأن هذا المصطلح يعود إلي لي شخصيا بابتكاره، عزم الغباء، استوبيلجي مومنتم. ما هو عزم الغباء؟ عزم الغباء إذا تعاضدت العناصر الآتية، يصبح الغباء ككرة الثلج تبدأ صغيرة الحجم ثم ما لا تلبث وهي تتدحرج تكبر 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 حتى تدمر كل شيء يقف أمامها. هذا الآن العوامل: الجهل، الفقر، العناد، العناد الذي يمارسه شخص أو مجموعة أو سلطة، السلطة السياسية الفاسدة، ضعف البرنامج التربوي في الدولة التي يعني التي يمكن أن يكون فيها ما يسمى عزم الغباء، المادية ماتيرياليزم وهي عشق المادة وعبادة المادة، عبادة المال والسلطة والمشاعر، تسليع البشر وبرمجتهم. ما المقصود بتسليع البشر؟ أي أن يتعامل القوي مع الضعيف باعتباره سلعة تباع وتشترى ويبرمجه، ثم انحدار هدف ورسالة المجتمع. أخيرا عندما يصبح التافهون قادة، هكذا يكون مصير المجتمع. هذا الذي يقطع هذا الفرع أو هذا الغصن أو هذا الجذع الذي يقف عليه، فسيهلك نفسه ويهلك المجتمع. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع الهام، راجيا أن تعمموه على أوسع نطاق ممكن، عصر الغباء المعلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.